اختي الله يرحمها مروه احمد محمد زيان، حصل ان رحنا كشفنا عند الدكتور محمد يحيى السويفي، وجاد ان هي عندها مرض ليفي، طلب اشعه تلفزيونيه واشعه رنين، وقال انا هعمل ورا عمليه ورم ليفي في الرحم، وبناء عليه طلب رحنا عملنا الاشعاعات تحليل، فهي ما فيش ادنى مشكله، احنا هنعمل الورم هنعمل العملية مش هتستهلك أكتر من 10 دقايق أو ربع ساعة. فوجئنا إن هو بعد ربع ساعة فعلا طلب إن هو نمضي على إقرار عشان يحول مسار عشان خاطر الورم في الظهر. قلت له اقفل، إن حضرتك تخصص نساء مالكش علاقة بجراحة الأوراق. قال لا، أنا طلبت جراح هيجي معايا وهو جراحة عامة ملوش علاقة برضه بجراحة الأوراق. بعد كده جال عايزين كيس دم 5 × 10 × 15 وصل 18، وجال انا اروح مستشفى الجامعة، اتكلمت بمستشفى الجامعة واروح مستشفى الجامعة عشان خاطر يقول العملية كبيرة ولازم هو مبدئيا جال العملية صغيرة مش هتستهلك 10 دقايق، انا ممكن اعملها في العيادة بس ان انا بشطب العيادة الجديدة فمش هينفع ان انا اعملها في العيادة، فاحنا هنعملها هنا. عملناها تمام التمام مفيش ادنى مشكله، ليه فوجئنا ان هو بيقول عايز دم 18 كيس دم. فوجئنا بعربيه الاسعاف، قال انا هروح مستشفى الجامعه، رحنا مستشفى الجامعه قال عايز دم تاني. اختي واخده 32 كيس دم واربع بلازمات، مع ان البني ادم الطبيعي بياخد 6 كياس، هي واخده 32 كيس دم واربع بلازمات، وطلب بعد كده جراحة أوعية دموية عشان خاطر القطع اللي في الشريان اللي في الظهر هيؤدي إلى شلل نصفي أو فشل كلوي، وهي توفاها الله. هو كان بيطلب مننا إن احنا نمضي على تقارير بيقول فيها إن احنا هيدخل قطع عمليات، وهي كان متوفاها الله. أنا عايز أعرف بس سبب الوفاة، وانا مشيت في الاجراءات القانونيه ووصلت لغايه النائب العام، عملت تظلم من حفظ المحضر ورجع من عند النائب العام ان هو يتفتح تهديد في المحضر، ونادى بلجنه ثلاثيه من الطب الشرعي لتحديد مدى الخطا، هو خطا في التشخيص. كتاب الله خريج ازهر، مفيش يعني ما شكتش باي حاجه قبل التعب دوا خالص، هي تعبت يوم الجمعه، رحنا السبت قال اعمل، رحنا للحد عملنا الاشعه الاثنين، قال الثلاث نعمل عمليه خليها الاربع، عملناها الاربع مفيش اي مشكله ولا في اي حاجه، بس فوجئنا ان هو حصل قطع في الشريان. طب ايه سبب الورم الليفي بالشريان في الظهر؟ يعني عايز اعرف حاطط تخصص نساء، ايه علاقتك بجراحه الاورام لو هو في ورم فعلا؟ في